أشكرك أميرة على هذه القراءة الاقتصادية الموجزة. موعدنا مع وقفة حوارية أخرى عنوانها الرئيسي التعليم، مبادرة جديدة من وزارة التربية والتعليم للاهتمام بالأطفال الموهوبين والعباقرة. دايما كان بيوجه الانتقاد للتعليم الحكومي أنه هو يعني تعليم ضعيف، ما بيعطيش الفرصة للمواهب ولإبراز قدرات الأطفال في المدارس. كان في مبادرة مؤخرا من وزارة التربية والتعليم من وزير التعليم تحديدا للاهتمام بالأطفال الموهوبين وتخصيص فصول في المدارس الحكومية للأطفال الموهوبين والاهتمام بهم بشكل خاص وبشكل مختلف قليلا عن الاهتمام بالأطفال الآخرين الموجودين في هذه المدارس. حوارنا القادم حول هذه المبادرة من خلال وزارة التربية والتعليم ويعني كيف سيتم التعامل مع الأطفال الموهوبين في المستقبل. بالفعل ويعني شرفنا بالحضور للحديث عن هذه المبادرة ومدى إسهامها في تطوير التعليم ورعاية الموهوبين الدكتور حسن شحاتة الخبير التربوي، ولكن يعني نتابع سويا مشاهدينا هذا التقرير ثم نعود لنفتح معكم الحوار بشكل أكثر تفصيلا. بهدف دعم الموهوبين والعباقرة قررت وزارة التربية والتعليم تشكيل قوافل متخصصة للكشف عن الموهوبين تجوب المدارس بمختلف المحافظات والقرى والنجوع لرعايتهم تعليميا، وذلك بدءا من الفصل الدراسي الثاني. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث تعمل الوزارة على فتح فصول للعباقرة في إحدى مدارس المتفوقين كبداية لتجربة الاهتمام بهؤلاء الطلاب. وانطلاقا من كون اعتبار التعليم وتطويره هو بداية التقدم الحقيقية بل والوحيدة في العالم، تعمل الدولة على جعل التعليم في أولوية برامجها وسياساتها. وارتباطا بذلك تعكف وزارة التربية والتعليم على إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه التعليم في مصر ورفع مستوى العملية التعليمية بدءا من المدارس بتأهيله وإثقال خبراته بالدورات التدريبية مرورا بتطوير المناهج لتواكب متطلبات السوق. وفي نفس السياق أطلقت وزارة التربية والتعليم الخطة القومية لتطوير التعليم قبل الجامعي تمهيدا لطرحها من جانب مؤسسة الرئاسة للحوار المجتمعي. وتتضمن الخطة العديد من النقاط باعتبار التعليم المشروع القومي لمصر، وتبدأ من العام الجاري وتستمر حتى عام 2030. كما تضمنت الخطة ضرورة العمل على تطوير المناهج لجميع مراحل التعليم العام والفني بما يحقق ترسيخ الائتمان الوطني والحفاظ على هوية البلاد. ويساعد الاهتمام بالموهوبين والمبدعين من الشباب المصري في مختلف المدارس والجامعات في النهوض بالمجتمع من خلال الاستفادة من نبوغهم الذي يترجم إلى الاختراعات والأبحاث العلمية التي تصب في نمو البلاد ونقلها إلى مصاف الدول المتقدمة. إذن نرحب مشاهدينا الكرام بالدكتور حسن شحاتة الخبير التربوي للحديث عن مبادرة وزارة التربية والتعليم. أهلا بحضرتك دكتور حسن. في البداية تقييم حضرتك لهذه المبادرة إيه؟ الحقيقة طبعا في البداية لابد أن نشارك الإعلام في تهنئة مصر باستراتيجية جديدة قدمها الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم ومجموعة كبيرة من المعلمين بيمثلوا المحافظات المختلفة. والمبادرة دي كانت باقتراح باستراتيجية هتعرض الاستراتيجية على المجتمع لمعرفة نبض المجتمع، لكن هي كانت بتضع ثلاث مراحل للاستراتيجية حسب مراحل التنمية الاقتصادية في مصر. المرحلة الأولى من 2014 ل 2017، والثانية من 2017 ل 2022، والثالثة من 2022 إلى 2030. الاستراتيجية كانت بتنص على ان هي يعني منها خلق جيل من النابغين والمتفوقين، لان اكتشاف هؤلاء الاطفال منذ رعاية منذ الصغر ثم رعايتهم هتبقى هي دي اللي هتنقل مصر للمستقبل. لان احنا محتاجين زي موجود في روسيا وموجود في امريكا وموجود في دول اوروبيه كثيره رعاية هؤلاء الناس. بس احنا طبعا عندنا من 1955 مدرسة المتفوقين في جامعة في عين شمس،
هي في منطقة عين شمس، وعندنا من أيام الدكتور فتحي صور سنة 87 عملنا فصول في الإعدادي والثانوي للمتفوقين، وكنا بنعزلهم ونقدم لهم مواد تعليمية إسرائيلية زيادة عن المواد التعليمية العادية، لأن الفصل الدراسي في ثلاث مستويات، كل فصل دراسي في مستوى عادي العاديين بيوصلوا تقريبا 68%، وفي بطيء التعلم او نخليهم من اقل من العاديين عشان محدش يسال، وبعدين اللي هم النابيين او المتفوق او سماهم الفائقين. عفوا يا دكتور، لكن فكره تقييم الطالب باعتباره متفوق من عدمه، للاسف ان التقييم عندنا بيعتمد يعني درجاته في الشهر اللي بيعتمد في النهايه على الحفظ، والحفظ يعني في الدول الاخرى مش ده هو مقياس ان انا يعني متفوق، بالعكس في ناس ممكن ما عندهاش قدرات على الحفظ كبيره لكن متفوقين بشكل تاني. فيعني هل هيتم وضع اليه جديده لاكتشاف الطالب النابغ او المتفوق بعيدا عن فكرة ان هو طالع الاول علشان قدر يحفظ المنهج كويس وبالتالي حصل على زي ما حضرتك قلت بالضبط، ان المقياس القائم على التحصيل الدراسي لا يكفي ان انا في ضوء اقيم الطالب ان ده متفوق او غير متفوق في مادة معينة وليس في مطلق المواد، مش التفوق في كل حاجة، التفوق في مادة معينة. احنا عندنا في اختبارات نفسية وفي اختبارات اخرى للميول والاتجاهات والقدرات، فمدرسة عين شمس اللي هي المتفوقين موجود فيها الادوات دي، وبياخدوا طلبة المرحلة الاعدادية بالمتفوقين في 95% فاكثر، ويعرضوهم بقى لامتحان في السيكولوجي، امتحان في علم النفس، وامتحان اخر اكتشاف القدرات والمهارات. يعني زي ما حضرتك قلتي ان مش ممكن ان انا اقيم طالب على انه متفوق في ضوء التحصيل الدراسي. والتفوق عشان بس السادة أولياء الأمور يعرفوا، التفوق الدراسي شيء، والموهبة في الموسيقى أو الموهبة في الرياضة أو الموهبة في الرياضيات أو الموهبة في تعليم التعلم واللغات دي حاجة تانية. ليس كل إنسان تفوق وحفظ مجموعة من المعلومات وحصل على مجموع مرتفع، خاصة في ضوء ما نعيشه من التعليم للامتحانات وليس للحياة، وفي ضوء اللي هو إن أنا ببرمج المتعلمين للامتحان عن طريق الكتاب الخارجي، عن طريق المعلم الخصوصي، عن طريق الحفظ والاستظهار، فده كله ما بيكشف. لكن أعتقد إن وزارة التربية والتعليم عندها المقدرة، لأن عندها قسم خاص برعاية المتفوقين موجود من زمان، هيطوروه ويبقى فيه أدوات للاكتشاف. وأنا يا ريت أقول لهم الاكتشاف يبقى من المرحلة الابتدائية، من منذ الصف الأول الابتدائي، منذ كي جي من رياض الأطفال بيبتدوا في روسيا، الجماعة اللي طلعوا جاجارين والجماعة اللي طلعوا القمر سنة 64 وطلعوا وسنة 57 كان مشكلتهم ان الفصل الدراسي هو السبب في خلق العباقرة دول، لان الفصل الدراسي كانوا بيصنفوا فيه المتعلمين حسب قدراتهم وحسب مهاراتهم وحسب قدراتهم العقلية والعملية ومهاراتهم. دكتور حسن، يعني اكتشاف هؤلاء الطلبة المتفوقين يعني بيحتاج بالتأكيد الى خبرة او مهارة معينة من جانب بقى المعلمين والاساتذة، سواء لاكتشافهم او للتعامل معاهم بعد كده. هل حضرتك شايف ان احنا عندنا المعلمين والاساتذه لديهم هذه الخبره والقدره على التعامل باكتشاف الطالب؟ خلينا نتفائل، خلينا نتفائل، احنا ان شاء الله احنا متفائلين، بس بنناقش مع حضرتك عشان لو في اي قصور نقدر نعمله. نقول للناس ان التعليم بيصرف عليه 66 مليار جنيه سنويا، لمليون و300 الف معلم في 50 الف مدرسه، 18 مليون متعلم، 90% من هذا المبلغ اجور متدنيه للمعلمين، يعني بتبقى لنا 11 مليون 11 مليار. لكن دستورنا الجديد اذا ربنا وفق وطبق الكلام اللي موجود فيه، هو ان شاء الله هينجح، والناس عاوزه استقرار وعاوزه امن وعاوزه امان وعاوزه تقدم، ومفيش داعي ان احنا نوقف الخطه المستقبليه وخطه الطريق. لكن القضيه ان اصبح الدستور الجديد بيدي لوزاره التعليم العالي والتربيه والتعليم 4% من الدخل القومي، تساوي 88 مليار جنيه سنويا لا دخل فيها لاجور المعلمين. ده طفره لم تحدث في تاريخ مصر، بس يا ريت تطبق، يا ريت تطبق. انا مش عارف هجيب الفلوس منين، لكن ان شاء الله تطبق. ان شاء الله يجيبوها. سيادتك بقى بتسالي عن اكتشاف الموهوبين، بيتم اكتشافهم بادوات.
ادوات يعني بتقدمهم اختبارات من اعراضهم الاختبارات والمواقف ويحل المشكلات ومواقف والاستبيانات وناخد ونشوف يعني البيئه اللي اتعلموا فيها والمنزل والاب والام واتجاهاتهم والكلام ده، وبعدين بعد كده نبتدي نعزلهم بقى. ده متفوق في التربيه الرياضيه، ده في الموسيقيه، ده متفوق في الفك والتركيب في الحاجات العمليه، ده متفوق في الحفظ، في واحد شاطر يقدر يحفظ ويستظهر وينقد ويقول رايه، فده برضو بنقسمهم حسب نوع التفوق اللي هو فيه. ما فيش واحد متفوق في كل حاجه. طب عفوا يا دكتور، لكن ده برضو بيتطلب معلم او يعني حد هيتعامل مع الطالب بطريقه معينه، هل يعني هيبقى في تدريب، هيتم وضع مناهج اخرى، تعامل باليات جديده مع هؤلاء الطلاب؟ تمام. هو يعني خلينا نبص بره ونفكر عالميا ونطبق محليا. هو بره بيعملوا مدرس للقراءه للمتفوقين، ومدرس القراءه للعاديين، ومدرس القراءه مش للغه، ولا مش كل فروع اللغه، ومدرس القراءه اللي هم اقل من المتوسطين. احنا المفروض ان احنا عندنا الفصل، ما طبعا ما يزيدش عن 28 30 ده نمره واحد كثافه الفصل. نمره اثنين البيئه التعليميه بقى يبقى فيها ثراء، فيها تقنيات حديثه، فيها التعليم اللي هو المخلوط او الممزوج اللي الانترنت والتبشير والورقه، فيها انشطه متعدده، والانشطه دي هي اللي بتخلق التفوق. الانشطه مش الرياضيه بس، الانشطه الرياضيه والموسيقيه والانشطه التربيه الفنيه وانشطه اللغه العربيه وانشطه اللغه الانجليزيه وانشطه الرياضيات وانشطه ومعمل العلوم، كل الانشطه دي والفاسيلتيز دي او التسهيلات اللي موجوده للطلبه دول بتدفع الطلبه الى التفوق. ويا ريت ان احنا برضو المعلمين بقى ايه نعملهم في كليه التربيه. كليات التربيه المناهج المفروض تتطور مع الزمن، والمفروض ان يبقى فيه يعني مدارس تجريبيه تدرب المعلمين، مش يطلع طبيب يطلع عملي وبيتدرب في المدرس بيطلع من عندنا من كليات التربيه. انا بقى لي من سنه 63 حتى الان 50 سنه الحمد لله، فبسأل الطلبه اللي بيتدربوا في المدارس العاديه بياخدوا يوم في سنه ثالثه ويوم في سنه رابعه اسبوعين، يعني 32 يوم في كل سنه، اذا كانت سنه 18 ممكن تبقى سبعه وتبقى سته. بقول للطلبه المتميزين اللي اتعينوا معادين، انت اتدربت كام يوم؟ دخلت الفصل درست كام مره؟ يقول لي مره او مرتين او ما درست. بيقعد للمشاهده بس، بيمارس التدريس، بيطلع معلم نظري، مش عاوزين مدارس تجريبيه لكل كليه تربيه، وعاوزين برنامج تدريبي للمعلمين مكثف، ويبقى معلم مساعد، وما ياخدش التدريس الا اذا كان دخل كليه التربيه اللي عندك 67% من المعلمين غير معدين تربويا. ده اليونسكو قال كده. النظام السابق ايام حسني مبارك، رئيس حسني مبارك كان بياخد كل خريج الجامعات يحطهم في وزاره التربيه والتعليم عشان القنبله الموقوته اللي هو عدم التعيين ده، واللي هم ما بيشتغلوش، فيقول لك التشغيل احمد نظيف يوديهم، فيخش المدرسه معلم واحد خريج كليه طب بيطري او طب اسنان يدرس علوم وفيزياء وكيمياء وطبيعه، ومدرس مواد تجاريه او كليه تجاره يروح يدرس رياضيات، وهكذا. فدي اصبحت دكتور حسن، احنا بكل المقاييس محتاجين يعني ما يشبه ثوره في التعليم تحديدا، ثوره مجتمعيه في التعليم تحديدا، وثوره من قبل ايضا الحكومه لتطوير. يعني حضرتك بتتكلم عن حاجات كثافه الفصول اللي حضرتك ذكرتها والانشطه الرياضيه والفنيه والموسيقيه، ده في اي مدارس حضرتك؟ في المدارس الخاصه، لكن طبعا المدارس الحكوميه مفيش الكلام ده. التفوق ده عاوز ايه؟ محتاج ايه؟ ما هو بالظبط، هو بقى عشان نوصل للتفوق ده لابد من تغيير المنظومه كلها يا دكتور حسن. ازاي بقى نغيرها او نبتدي بايه؟ اداره المدرسه بالظبط، تديني مدرسه يبقى مدير مرن بيتقبل الراي الاخر، بيستمع الى اولياء الامور، في شراكه مجتمعيه بين المدرسه تدي المواد الاكاديميه وبين المصانع والشركات تدي المواد التطبيقيه. لابد يبقى في حاجه ثانيه اللي هي لا مركزيه، ان انا مش قاعد في شطروب في المنوفيه وفي عارف كفر البطيخ فين، اتصل بوزير التربيه والتعليم عشان يحل لي مشكلتي. امال انت كمدير بتعمل ايه؟ ومدير التربيه والتعليم بتعمل ايه؟ وموجه بتعمل ايه؟ وموجه عام بتعمل ايه؟ ومدرس في عاوزين
كل مدرسة تبقى فترينة تربوية، يبقى فيها مجلس إدارة من الآباء ومن الناس المهتمين بالتعليم ويصروا التعليم. أنا ما أقدرش أعلم 18 مليون، ما فيش دولة في العالم بتعلم 18 مليون إنسان بإمكانية الدولة، الدولة غير قادرة على التعليم. سيبينا بقى خلي رجال الأعمال اللي بيستفيدوا من هؤلاء الطلاب يدفعوا. الأحزاب السياسية بيتكلموا بدل ما تتكلموا في السياسة، روحوا ادفعوا للتعليم وفلوس وتابعوا التعليم واهتموا بالتعليم، ده مستقبل مصر. نعم، بالتأكيد قضية مجتمعية محتاجة تضافر كل الجهود زي ما حضرتك قلت، حكومية وخاصة ومجتمعية. الإعلام مهم جدا، لأن الإعلام بيعمل حاجتين، بيطور ذهنية الآباء والأمهات وذهنية المعلمين.